ولتفاصيل أوفى حول العملية التحضيرية الخاصة بالانتخابات. تنضم إلينا من مقر السلطة الوطنية المستقلة لانتخابات زميلتي فاطمة الزهرة بن صافي. فاطمة الزهرة، مساء الخير، كيف تجري العملية هناك؟ نعم، شكرا سيد أحمد، تحية طيبة مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم إلى هذه النافذة المباشرة من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. التلفزيون الجزائري يرافق تغطية الانتخابات الرئاسية المسبقة المسمع تنظيمها في 7 سبتمبر 2024. نتواجد بمقر السلطة لنناقش ونتابع هذه العملية في المرحلة الثانية بعد استدعاء الهيئة الناخبة والتي تتعلق بدراسة ملفات طالبي الترشح والذي وصل عددهم 16 طالب للترشح والذين تقدموا إلى مقر السلطة بعد تحديد وانقضاء المدة المحددة بـ40 يوما والتي انقضت في ليلة الخميس 18 جويلية في تمام منتصف الليل. إذن نتابع ونناقش حيثيات هذه المرحلة الثالثة والتي تعد بدراسة ملفات المترشحين 16. ونسعد باستضافة السيد مسعود عدالة عضو مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. مرحبا بك أستاذ. مرحبا الأخت فاطمة. مرحبا، كما أسعد أيضا باستضافتي الأستاذ عبد الرحمن شبلي أيضا عضو مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. مرحبا بك سيد شبلي. بك وهلا، شكرا جزيلا الأخت فاطمة على الاستضافة. وشكرا لكم أيضا لدعوة البرنامج وأيضا استضافة التلفزيون الجزائري بمقر السلطة. أستهل النقاش بكم أستاذ عدالة بالحديث على هذه المرحلة والتي كما ذكرت بأنها قد انطلقت منذ استيفاء مباشرة هذه المرحلة الثانية بعد وضع ملفات الترشح من قبل المترشحين 16. إذا اليوم نصل عند اليوم الثالث تقريبا من دراسة هذه الملفات. لو نتوقف بداية أستاذ عدالة عند السير الكرونولوجي وأيضا اللوجستيكي لدراسة ملفات الترشح. شكرا للأخت فاطمة، بداية أرحب بك وبطاقم الإخبارية. شكرا. كما هو معلوم ومنذ صدور مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة تقدم الراغبون في الترشح لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات، بحيث تقدم إلى السلطة 35 راغبا في الترشح. نعم. وقاموا بسحب 4,508,000 استمارة توقيع. نعم. وبعد قيامهم بإجراء التوقيعات وباقتراب أجل الإيداع، قامت السلطة بإنشاء خلية استقبال لتمكين الراغبين في الترشح من إيداع ملفاتهم بما فيها استمارات اكتتاب التوقيعات. وتم استقبال 16 راغبا في الترشح. ولدراسة هذه الملفات وكذا الاستمارات أنشئت 3 لجان. هذه اللجان تتكون من أعضاء من السلطة المستقلة للانتخابات. نعم. ويساعدهم في كذلك قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة. أي مباشرة بعد استقبال هذه الملفات شرعنا في معالجة هذه الاستمارات وكذا ملفات الترشح. نعم. بحيث مباشرة تمت المعالجة اليدوية لهذه الاستمارات وتلتها المعالجة الآلية كذلك للاستمارات. نعم. ودراسة هذه الملفات، ملفات الترشح تتضمن جملة من الوثائق. صحيح. وثائق والشروط أيضا. وثائق تتعلق مثلا بأن يكون الراغب في الترشح يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية. نعم. بالنسبة له ولزوجه ولوالديه. صحيح. لأن الجنسية تعبر على الانتماء لهذا الوطن. صحيح. كذلك إذن أستاذ عدالة، في هذه النقطة عندما تقومون وهذه اللجنة بدراسة هذا المعيار المحدد بالشخص وأظن هو حسب المادة 87 من الدستور، هناك شروط متعلقة بضرورة إيفاء هؤلاء الأشخاص لهذه الشروط المحددة. هنا المعالجة تكون معالجة يدوية، أليس كذلك؟
هذا تقصدون بهذا الأمر بالمعالجة اليدوية؟ المعالجة اليدوية فيما يخص استمارات اكتتاب التوقيعات، نعم، بحيث الأعضاء يقومون بمراقبتها والاطلاع على البيانات التي تتضمنها، وبعدها تحول إلى المعالجة الآلية، نعم، عن طريق الإعلام الآلي. نعم. أما فيما يخص الملف، قلت هناك جملة من الوثائق، من بينها أن يكون يتمتع بالجنسية الجزائرية، وأن يكون له ماضي من خلال صحيفة السوابق القضائية، وإذا كان مولودا قبل يوليو 1942 عليه أن يقدم شهادة تثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر. نعم. أما إذا كان مولودا بعد يوليو 42 فعليه أن يقدم شهادة تثبت عدم تورط والديه أو أبويه في أعمال ضد الثورة. نعم. بالإضافة إلى إمضاء تعهد يتعلق بالالتزام ببعض المبادئ. هذه الجملة من الشروط، نعم، لماذا وضعت؟ لأن الأمر يتعلق بأعلى منصب في هرم الدولة، صحيح، ألا هو منصب القاضي الأول في البلاد. نعم. المنصب هو مهم طبعا، ولذلك هناك نوع من المعالجة، وأنتم تتحدثون أستاذ مسعود عدالة في هذه النقطة المتعلقة بدراسة الشروط المتعلقة بها الشخص وأيضا الاستمارات. هل هذه العملية تتم بصفة متوازية أم بصفة تدرجية؟ نعم. كيف تتم المعالجة؟ نعم. هنا العملية تتم بصفة متوازية، نعم، يعني في نفس اللحظة يعالج الملف الذي يتعلق بالشخص وكذلك الاستمارات، والعملية مستمرة، وللسلطة أجل 7 أيام، نعم، ابتداء من 18 جوية وتنتهي يوم 25 جوي، نعم، يوم يعني الخميس المقبل، يعني قبل 25 جوي، نعم، يجب أن تصدر القرارات بشأن هذه الملفات، أن تصدر القرارات وأن تبلغ أيضا الراغبين في الترشح. نعم. بعد صدور القرارات المتعلقة بالراغبين في الترشح تبلغ لهؤلاء فورا، أي خلال 24 ساعة من صدورها، نعم، ولهؤلاء الحق في الطعن في هذه القرارات خلال أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ تبليغهم، نعم، ومباشرة ترسل هذه الملفات وكذا الاستمارات إلى المحكمة الدستورية التي تفصل. إذن فيما يخص السلطة الوطنية تقدم هي قائمة المبدئية أو الأولية للمقبولين أو المقبولة ملفاتهم بالنسبة لراغبين فيها ترشح، وتبعث للمحكمة الدستورية التي تبث نهائيا في القائمة النهائية، ليس كذلك؟ نعم نعم. على مستوى السلطة تعلن النتائج، يعني قائمة الراغبين في الترشح المقبولة ملفاتهم، نعم، والمرفوضين، وكل من رفض ملفه بإمكانه الطعن أمام المحكمة الدستورية والتي هي تحدد القائمة النهائية للمترشحين. نعم، للمترشحين، لقائمة المترشحين الذين سوف يخوضون غمار سباق الرئاسيات، نعم، للسابعة، نعم، سبتمبر. نعم. أيضا، نعم، سيد شبلي، ونحن نتحدث على هذه العملية أكيد بأنها لديها ذلك الطابع القانوني الصارم في تحديد شروط وأيضا استفاء كل هؤلاء الراغبين في الترشح لشروط الترشح من جهة، وأيضا الاستمارات. في نقطة الاستمارات لاحظنا بأن الجديد في هذه الانتخابات الرئاسية كما ذكر الأستاذ عدالة هي صحيح تتعلق بأعلى منصب في الدولة وهي رئيس الجمهورية، لذلك سخرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لوجستيك ومعدات وعصرنة كبيرة جدا متعلقة خاصة في دراسة الاستمارات لتفادي التوقيعات المزدوجة وغير ذلك لصون حرية اختيار الشعب الجزائري. لو تفسر لنا سيد شبلي هذا العمل فيما يخص العصرنة الذي دخل على حيز الخدمة من خلال هذه الانتخابات. شكرا لأخت فاطمة على هذه الاستضافة وعلى فتحكم لهذه النافذة للسماح للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن تكون أقرب من السادة المتابعين والمهتمين بالشأن الانتخابي من أجل اطلاعهم عن كثب عن كل ما يتعلق بالعمليات الانتخابية. في الشق المتعلق بعصرنة أو الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالنظام الانتخابي أو ما سخرته السلطة، هذا لم يكن جديد على السلطة منذ لا سيما الانتخابات الرئاسية، بل
قامت به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات منذ تاريخ أو الانتخابات الرئاسية ب 2019، وين السيد رئيس السلطة من خلال العملية الانتخابية دعا من خلال منصة رقمية على مستوى موقع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لكافة الشباب آنذاك للانخراط في تأطير العملية الانتخابية، وتم تسميتها بحفاظ الأمانة. من خلال التجربة التي قامت بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في قضية جمع الاستمارات آنذاك، وين كان في 2019 ما كانش الرقم التعريفي للاستمارة، وين الساحبون للاستمارات وين كان عددها بشكل كبير، كان البعض من لم يستطع جمع الاستمارات، وين كانت هناك تبادل للاستمارات ما بين الساحبين للاستمارات من على مستوى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وبالتالي من أجل تفادي هذا العمل اللي ممكن جرى عليه العديد من الممارسات الغير مستحسنة في العملية الانتخابية، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وضعت إجراءات تتعلق بالعصرنة، لا سيما وضع الرقم التعريفي على مستوى الاستمارات. نعم. يعني كل استمارة رقمها التعريفي الخاص. أكيد. نعم. وهذه الاستمارات سواء الخاصة بالمنتخبين أو الخاصة بالناخبين، نعم، هذا الرقم التعريفي يتماشى مباشرة مع الراغب في الترشح الذي يسحب، وبمجرد أولا توفره على شرط دفع الكفالة على مستوى الخزينة العمومية ومجمل فروعها على المستوى الوطني، وإثبات أنه دفع الكفالة، يتقدم إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهنا تبان أول مؤشر عن العصرنة، هو يا إما طلب موعد من خلال الموقع الرسمي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالموازاة أنه فيه راغب مترشح يقدروا يتواصلوا مباشرة مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل السحب. في خلال السحب يتم إعطاء لكل راغب في الترشح الكمية التي يحتاجها والتي يطلبها، لأن القانون في المادة 253 كان اشترط سواء بالنسبة للمنتخبين 600 استمارة، والسلطة سمحت مجال حتى أنه يستفاد من 1000 استمارة التوقيع. نعم، وتكون هذه الاستمارات مرتبة برقم تعريفي من إلى. وبالنسبة للمنتخبين كذلك، عفوا بالنسبة للناخبين كذلك، معرفة برقم تعريفي، ويطلب الراغب في الترشح العدد المطلوب منه، وعلى أساس أنه القانون حدد 50,000 استمارة، والسلطة منحت الحد الأدنى هو 70,000، ويمكن أنه يزيد، لذلك فيه الكثير من الراغبين في الترشح سحبوا مرة اثنين ثلاثة إلى غاية 9 مرات في عملية السحب. وبالتالي هنا باش أعطت السلطة ومكنتهم من الحصول على أكبر عدد ممكن وعلى حسب طلبهم من الاستمارات، وين هذه الاستمارات يتم المصادقة عليها، وهذا المؤشر الثاني عن مدى تطور عصرنة السلطة لخدماتها الإلكترونية، هو الخلايا المتواجدة على التصديق، واللي كان عددها 404,903 خلية على المستوى الوطني. نتوقف عند هذه الآلية فيما يخص الخلايا التي وزعت على مستوى المندوبيات الولائية والبلدية أيضا، كيف يظهر هنا دورها حتى يتم تعزيز الشفافية وأيضا هذا العمل؟ أظن بأنه الإمكانيات كانت الإمكانيات البشرية من جهة، وأيضا التقنية واللوجستيكية التي وضعتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. أكيد. أخت فاطمة الزهراء، بالنسبة لعملية التصديق كانت أولا مضبوطة من خلال القرار رقم 1 المؤرخ في 8 جوان 2024، والذي يحدد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية. وهذا القرار حدد أولا أنه استمارة التوقيع يجب أن يصادق عليها من قبل ضباط عموميين مؤهلين، وين القرار حددهم في مجموعة من الضباط بما فيهم الأمناء العامون على مستوى البلديات والضباط العموميين الذين لديهم تفويض بالإمضاء، وكذلك بالنسبة للسادة الموثقين والمحضرين القضائيين. هذه الخلايا أولا من خلال الضباط العموميين تحتوي كذلك على مجموعة من الأعوان الحجز،
وهذه الأعوال الحز يتواجدون على خلايا كما ذكرنا العدد، وهذه الخلايا متمركزة أولا على مستوى المندوبيات الولائية والمندوبيات البلدية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وكذا على مستوى البلديات والملحقات البلدية المربوطة بشبكة الأنترنت، وين كان فيه تطبيقة وضعتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لهذا الخصوص، يتم على إثرها حجز كافة المعلومات أولا المتواجدة على مستوى الاستمارة. بمعنى بمجرد ما يتقدم أو ما بمجرد ما يتقدم الراغب في الترشح لسحب استمارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال التطبيقة ومتابعتها لسير تطبيقة، بمجرد ما يستلم وصل استلام الاستمارات هذاك المجال نتاعو اللي تم سحبه بالنظر للعدد المطلوب على مستوى 4903 خالية في الثانية، في حينها يكون عندهم المجال نتاع الراغب في الترشح. وبالتالي يمكن الراغب في الترشح يخرج من مقر السلطة انه يبدا يوزع في الاستمارات ويتم مصادقتها. لانه علاش؟ لانه القرار حدد مجموعة من الإجراءات بالنسبة للضباط العموميين على مستوى الخلايا. أولتها أنه بمجرد ما يحضر الشخص الراغب في الإمضاء على استمارة التوقيع لفائدة المترشح ما أنه الضابط العمومي أولا يتأكد من الرقم التعريفي للاستمارة أنه متعلق بالمترشح إكس من خلال الواجهة الموجودة أمامه بالنسبة للتطبيقة. إذا كان تأكد باللي هذا الرقم التعريفي هو للمترشح المعني، مباشرة يتأكد من المعلومات ويتأكد من صفة الشخص المتقدم على أساس أنه مسجل في القائمة الانتخابية من خلال تقديم يا إما بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية. أستاذ شبلي، وأظن هذا هو الذي سوف يضفي هذه الشفافية والمصداقية، خاصة بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهمتها الأولى هي حماية الانتخابات وحماية أيضا صوت المواطن. الأكيد بأنه سوف تكون لنا فرص أخرى من خلال مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لمتابعة هذه العملية الدقيقة بالنسبة لي السلطة وكل مسار الانتخاب إلى غاية 7 سبتمبر. الأستاذ عبد الرحمن شبلي عضو مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، شكرا لك. وشكرا موصول لكم أنتم أيضا الأستاذ مسعود عدالة عضو مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على هذه المعلومات وقبولكم دعوة البرنامج. إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه إطلالة خفيفة من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، نتابع حيثيات هذه العملية التي تسهر عليها السلطة، وأكيد بأنه إن شاء الله تكون لنا نوافذ أخرى ومتابعة أخرى من خلال برنامج الجزائر مباشر. العودة الآن إلى زميل سيد أحمد بلونة وتتمت البرنامج. إلى اللقاء. شكرا فاطمة الزهراء لك ولضيفيك الكريمين على كل هذه التوضيحات.